اندلعت فجر اليوم مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وأبناء مدينة الخليل المحتلة بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم منزلي الأسيرين محمد الحروب ورائد المسالمة من بلدتي دير سامت ودورة شمال شرق المدينة. عملية الهدم جرت بحماية تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال التي حولت قرية البص التي يقع بها المنزلان لمنطقة عسكرية مغلقة. يشار إلى أن الأسير محمد الحروب هو منفذ عملية إطلاق النار في التجمع الاستيطاني الذي وقع قبل عدة أيام قرب مستوطنة جوش عتسيون شمال الخليل، والأسير رائد مسالمة هو منفذ عملية الطعن التي جرت منذ عدة أسابيع في مدينة تل أبيب.